يو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة ثانية في فلوق جديد. اتوقع هذا الفلوق حيكون اخر فلوق قبل رمضان. يعني يا جماعة مبارك لكم الشهر ان شاء الله. خلاص يا جماعة هذا اخر فلوق قبل رمضان، فنبغى نستمتع اليوم قبل ما ندخل في رمضان. خلينا نقضي اخر يوم لنا كذا بكل الاجواء، ناكل كذا من برا والشمس موجودة ناكل. يلا خلينا نطلع، متوقع في ناس برا. خير يا شباب؟ خير خير. السلام عليكم. انتوا جيتوا قبل كذا؟ اي انا وصورتكم قبل كذا. ما هبطت، ما هبطنا، صورت ما هبطت. لا نزلتها في القناه الثانيه، نزلتها في القناه الثانيه. بس الشباب ترى لا تدقوا كثير، ما ينفع ترى. والله صدق في ناس اهلي هنا تبغوا تشوفوني للدرجه. يعني انتم عايشين هنا ولا عايشين هنا؟ طيب يعني المفروض يعني عادي. وش حسسوني اني شيء؟ لا لا عادي جدا. لا ليه حطيتكم في فلوق قبل كذا؟ عندكم مدرسه؟ يلا الاستاذ بالله يقول لنا ما عاد يدقوا الباب. عندهم الاستاذ حقتهم نادتهم. هلا هلا محمد. ايش فيهم؟ ازعجوك اخوي معظم. الشمس قويه، ناخذ الدباب حقنا. بسم الله. لو تلاحظوا الدباب مره متسق، شوفوا كيف. طبعا امس كان في امطار، لكن امطار غريبه. ليش اقول امطار غريبه؟ لان امس كان في امطار بالتراب، نقطه المطر كانت تنزل كانها تراب. شوفوا الدباب كيف صار. خلينا نروح الحين نقابل احمد، نروح نغسل الدباب. يلا اخر فلوق قبل رمضان. احسن شيء عجبني في الدباب حقي، شوف تقدر اسوي زي كذا، تحط رجولك. عندي شيء ابغى اقوله لكم، كنت مخبيه صار لي ما ادري اسبوع او اكثر. مره شيء مهم لكم انتم يا شباب، يحمسكم مره في رمضان ان شاء الله. شبي خير؟ ابعد ابعد. مين ذا يا اخوان؟ بسوي حادث معاك. ابعد. هلا 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 والله. السلام عليكم. صباح الخير، تو صاحي. هذا اخر فلوق قبل رمضان للاسف. حنشتاق ان نشرب مويه في هذا الوقت. طيب خلينا نمشي الحين ننظف هذا الشيء، الباب ذا مره متسخ. اليوم ان شاء الله زي ما قلنا حنقول لكم على الخبر اللي كنت مخبيه، صار لنا فتره طويله حنقول لكم اياه شويه مو بالحين. خليني اوريكم الدباب كيف حالته. حالة الدباب جدا سيء، بس انتظروا بعد شوية حتشوفوا كيف حيصير. الدباب يا الغزل. اوريكم شيء يا اخوان، تلاعب النينجا. يلا شباب سباق، مين اول؟ السباق مين الاول؟ ما حد بيتسابق فيهم. اتوقع لازم نبعد يعني. السباق ذا ما حيبدا اصلا. يلا شباب سابقوا، مين فيكم اللي بيفوز؟ هل تلحق رقم واحد ام اثنين؟ اقوى تحدي السلاح. يلا شباب ابدوا. ما اتوقع انهم حيبدوا ابدا. أخيرا طلع واحد فيهم. تمسك صور بلوج، صور بلوج. ما شاء الله رجع جديد. ها لسه حيكون في تلميع الحين. خلينا الحين نمشي. ما شاء الله نروح ناكل اخر وجبه قبل رمضان، اخر فطور قبل رمضان. بعدين في مباراه مهمه نبغى نتابعها في المقهى. كل شيء جنب بعض. وصلنا. مربوحه مربوحه. السلام عليكم. بقيره مقهى ما شاء الله ممتلئه. 10 دقائق تبدا المباراه، فوز ولا نخسر. نفوز يا ودي. انا لازم اكل. احمد امسك بروح اجيب اكل وجهي. قاعدين ننتظر المباراه، مباراه مهمه جدا هنا في تونس بين الترجي ونادي اسمه مازيمبي. نصف نهائي، مين حيروح للنهائي واخذ الشامبيونز ليج الافريقيه عشان يتاهلوا الى كاس العالم؟ قروش. المهم نطلب اكل من المطعم بيجي هنا. المباراة بدأت والاكل جاء. يلا خلنا ناكل الحين اخر وجبة قبل رمضان. نرجع لكم بعد ما نخلص الاكل وبعد ما نخلص المباراة. نشوفكم بعدين. اوكي جماعة رجعنا، المباراة حتخلص الحين. دقيقة الحين 90، ترجي حد الان متأهل. اي لحظة تنتهي المباراة. يا ساتر كم كم زاد الحكم ما ندري. مرت دقيقة بعد الوقت البدل الضايع. الدقيقة الثانية لازم تجيب هدف عشان تصير النتيجة متعادلة، عشان نادي الترجي فاز بالذهاب 1-0. حاليا 0-0. خلاص بنسهل.
بعد العارضة هذه خلاص في المقهى كله. يا ساتر يا اخوان نتيجة 0-0. انهي يا حكم. الفريق الثاني لو جاب هدف بيروحون كذا اشواط اضافية. مرة ثلاث دقائق ما ادري كم الحكم زاد، مشكلة ما كاتبين كم زاد. يلا صفر يا ابوي انهي المباراة خلنا نفرح. انهي يا حكم. صفر يا حكم. صفر يا حكم. والشوط والحكم. ركنية الفريق والله ضاعت. خلاص مرت الحين 4 دقائق، دقيقة الحين 94. خلاص صفر يا شيخ. يا حكم صفر يا تكفى ارحم لي والديك. صفر حكم ذا ما وده ينهي المباراة. يلا صفر ترحمني امك. صفر تضارب دقيقة 95 ولا كم زاد ذا. شوف كل الناس تقول صفر صفر. ايوه ايوه ترجح يروح للنهائي. ايه تهلنا احمد مبروك. هاي تابع تهلنا علي. اي بركه. خلاص انتهت المباراه، خلصنا اكلنا اخر فطور قبل رمضان، الحين نروح البيت عشان اقول لكم ايش بنسوي ان شاء الله. عندنا تجهيزات بنسويها بقول لكم ان شاء الله ايش بنسوي. اول شيء الخبر اللي ابغى اقول لكم اياه لو يعجبكم انتم. يلا خلينا نمشي. مشينا. طيب انت حتقعد تصور. اخ فين احنا يا احمد؟ اوكي يا اخوان، طبعا اليوم الحمد لله خلصنا تصوير مجموعه من التحديات او اكبر تحدي بيصير في القناه، طبعا ان شاء الله باذن الله بينزل في رمضان. والله مره تعبان، طبعا قاعدين نصور كل الفتره اللي فاتت هذه. هذا ليش احنا ما قاعدين ننزل كل 3 أيام 4 أيام انزل فلوج او انزل مقطع؟ كنت اقدر انزل اكثر، بس السبب اللي ما خلاني انزل اكثر لاني كنت مشغول الفتره اللي فاتت هذه كلها اجهز لكم تحدي عشان ينزل لكم في رمضان. التحدي خلصناه اليوم او خلصنا تصوير التحديات اللي حتكون قبل رمضان. صورنا 7 حلقات الحمد لله بنجاح والحمد. وحلقات تحديات مرة مثيرة والله يا جماعة. تحديات مرة جامدة، في بعض التحديات ما قد صارت أبدا ما سواها ولا واحد، فحتعجبكم مرة، متأكد إن حتعجبكم. احنا حننزل 10 حلقات، صورنا 7، لسه باقي 3 حلقات حنصورها خلال رمضان. كل أقدر أقول الحمد لله أنا قدرنا نصور. التحديات هذه تعتمد على كل شيء، تعتمد على التركيز، الخفة، المهارة، الذكاء، السرعة، التحمل، كل شيء تعتمد على كل شيء. خلينا نقفل الجوبرو هذه لأنه صار لها مرة كثير تصور. والله ما ادري كم صار لها تصور. تعبناكي معليش. صار لها ساعة وربع تصور. طبعا التحديات حتكون على 20,000 ريال. جمعنا فلوس عشان نسوي هذا اكبر تحدي. تحديات ما حدخل فيها انا ولا احمد. اصدقائي حيدخلوا فيها، 6 اشخاص حيدخلوا التحديات هذه، واحد فيهم حيفوز 20,000 ريال. هذا ليش سوينا 10 حلقات كلها حتنزل في رمضان. اكثر شيء ابغاكم تركزوا فيه يا جماعة انكم تفعلوا زر التنبيهات، لانه مصدقوني المقاطع حتعجبكم مرة. وغير كذا ما حننسى الفلوجات. نظامنا باذن الله حنصير ننزل من اول يوم رمضان، حننزل اول حلقة في تحدي 20,000 حيكون هذا اسمها. الحلقات يكون اسمها تحدي 20,000. اول حلقه تنزل في اول يوم في رمضان باذن الله، ومن بكره ننزل فلوج ان شاء الله، بعدها تنزل ثاني حلقه، بعدها فلوج عادي، وهكذا المسبح حيرجع. خلاص المسبح حيرجع الحين فله وناس ورمضان. برضو شيء ثاني، القناه الثانيه بعد ما ادري ليش فيني لبست النظاره ذي. المهم هذا اللي حبيت اقوله. الناس اللي تحب تحدي الاختباء، من ضمن التحديات اللي مسوينهم برضو تحدي الاختباء، وفي تحديات جديده ما قد سويناها ابدا. مره متحمس على التحديات هذه بتنزل. وانتم برضو قولوا لي يا جماعه اذا هل انتم متحمسين اكتبونا تحت في التعليقات. برضو ادعموا المقطع هذا باللايك. اهم شيء فعلوا زر التنبيهات، الجرس هذا اضغطوا عليه دمروه عشان ما تفوتكم ولا حلقه. كل يوم برمضان بننزل. اخر شيء قبل ما ننهي الفلوج، اللي ما يدري عندي قناه اسمها علي تي جي، هذه القناه برضو حنصير ننزل فيها كل يوم في رمضان. الوجه هذا يا اخوان حتطفشوا منه في رمضان، ولكن حتستمتعوا بمحتوى جدا ممتع. هذا هدف مقاطعي. فاي اذكركم القناه الثانيه بتلاقوها اول رابط في الديسكربشن. القناه الثانيه اتمنى كلكم تشتركوا فيها. وعلى فكره اوريدي نزلت مقطعين وما شاء الله كان فيها دعم جدا قوي. اذا انتم جيتوا من القناة الثانية رغم اني ما تكلمت عنها الا في السوريات، شكرا مرة انكم دعمتوها. طيب يا جماعة للأسف الميموري حقت الكاميرا كانت فل، فاضطريت ان اغير الميموري. حبيت اقول لكم ترى القناة الثانية بشير انزل. نرجع الغرفة، شوفوا كيف صارت. ان شاء الله الغرفة رجعت او الجلسة رجعت بعد ما كنا قاعدين نسوي تحدي هنا. طيب يا جماعة كل اللي حبيت اقول لكم اياه حتلاقوا تحت في الديسكربشن ومقطعين، نزلنا مقطعين باذن الله نصير ننزل بشكل يومي هناك في رمضان. وهذه القناة برضو الاساسية ان شاء الله نصير ننزل بشكل يومي. اول يوم رمضان حيكون اول حلقة من تحدي 20,000، ثاني يوم حيكون فلوج، وهكذا عرفتوا كيف؟ حلقة بحلقة عرفت؟ تحدي بفلوج، الفلوجات حتكون خلال رمضان. التحديات صورناهم قبل رمضان، في 3 حنصورهم في رمضان، لكن الفلوجات إلا هذا الفلوج قبل رمضان، الباقي كله حيكون رمضان، يعني حيكون الصيام وأجواء رمضان والسحور زي ما عودناكم قبل كذا، وبرضه المسبح، مسبح رجع يا إخوان. بس هذا اللي حبيت أقول لكم إياه، فمعليش يا إخوان الفلوج هذا تحس إنه قصير أو كذا سريع، ما سوينا أشياء كثيرة. خلينا الحين ننهي الفلوج إنه نروح أتعشى الحين ومنتج لكم هذا الفلوج وأنزله، وأصحى إن شاء الله ألاقي أقوى دعم على هذا المقطع بلايكات بالتعليقات.
التعليقات اللي تحت، وبرضو نشوف القناة الثانية هل جاء عليها دعم ولا. على العموم خليني الحين انهي المقطع، اتمنى يكون عجبكم مقطع اليوم، شكرا لكم على المشاهدة، واللي اقدر اقول لكم اياه في امان الله بالقلب.